رشيد نيفي مدير الملعب الكبير لمدينة مراكش، أحد الملاعب الكبرى للمملكة المسيرة من طرف الشركة الوطنية لإنجاز وتسيير الملاعب. كإدارة ملعب كنشتغلوا على عدة خطط عمل بتنسيق مع المديريات المركزية للشركة الوطنية لإنجاز وتسيير الملاعب. فبعد خطط عمل على مستوى النجاعة الطاقية اللي مكنتنا نوفروا حوالي 30% من الاستهلاك السنوي للطاقة بالملعب، وكذلك على مستوى رقمنة بعض الخدمات، اليوم كندوزو لتفعيل المرحلة الثانية من ترشيد استهلاك مياه السقي. Donc la solution consiste à mettre en place des capteurs d'humidité répartis sur plusieurs profondeurs. Ces capteurs vont transmettre des données relatives au taux d'humidité via des transmissions radio aux ingénieurs agronomes responsables de l'analyse et l'exploitation de ces données, tout en se basant sur une modélisation scientifique qui tient en compte plusieurs paramètres. On cite par exemple les paramètres physico-chimiques du sol et les conditions climatiques de la région concernée. Donc on estime que cette solution va nous permettre d'économiser un taux de 30% sur la consommation annuelle. بعد المرحلة الأولى اللي كانت بدأت في 2016 واللي اشتغلنا فيها أساسا على طريقة صيانة الملعب، واللي مكنتنا من اقتصاد 10% من الاستهلاك السنوي اللي كيتجاوز 70,000 متر مكعب. اليوم بفضل هذه التقنية الجديدة فغادي نقتصدوا كذلك 30% إضافية بتقنية ديال تركيب مجسمات تحت أرضية اللي غادي تمكننا باش نراقبوا نشاط العشب الطبيعي وعلى مستوى الجذور ديالو، وبالتالي فعملية السقي غادي تكون بطريقة منتظمة ومرقمنة اللي غادي تمكننا نعطيو الاحتياجات الضرورية للعشب الطبيعي. وهذه كتعتبر تجربة أولى على مستوى ملاعب المملكة، وإن شاء الله غادي تمتد لباقي الملاعب المسيرة من طرف الشركة الوطنية لإنجاز وتسيير الملاعب.